السلام عليكم. والله نتعجب ونستغرب، التوانسة ما يهمهمش اللي يقع في الجزائر، دي غريبة. اللي يقع في الجزائر يمسنا احنا مباشرة، نقصد الانتخابات الرئاسية اللي تمت غادي. الصباح اليوم الصباح فما بيان وقعوه الثلاثة، تبون والاثنين الاخرين اللي ما فازوش، تبون اللي فاز بين قوسين زاد، والاخرين اللي ما فازوش قالوا ندوا بها النتائج اللي اعلنها سي الشرفي. الشرفي هذا هو معسكر نتاعهم. علاش؟ لان الجزائريين الكل ملايين صبحوا يتفيسخوا ويتمسخروا على النتائج اللي اعلنوها. شنو السبب؟ فما عديد الاسباب، منها اهمها أن اللي مشاو انتخبوا خمس الشعب الجزائري اللي عنده حق في التصويت، يعني 5 ملايين على 25. الخمسة ملايين هذوك النتائج نتاعهم حسب في معسكر نتاعهم الشرفي طلعت 94% وفوقها كسور، والاخرين 1-3 و1-2. قال لا عيب، هذا مش هكا النتائج، يلزم تعطيه النتائج الحقيقية وتوضحوا هذا ونشوفوا اش باش يعملوا توا. والتوانسة يلزم يردوا بالهم على خاطر هذا جايهم، جايهم نهار 6 اكتوبر مش بعيد. ها ماذا؟ مادام ما انتخبوا وما صوتوا الا 5 ملايين من 25 مليون، تقولي النتائج مش هذيك مشكوك فيها، معناها الواقع ان الشعب الجزائري كيف الشعب التونسي ما عادش يهمه امر شكون يفوز وشكون يخسر، لانهم في قرار تنفسهم الملايين التوانسه والجزائريين، الملايين يعرفوا اللي احنا محكوم علينا من طرف وكلاء عينهم نفس الاستعمار باش واجهه مدنيه وكلاء عليه، يحكموا فينا بالحديد وبالنار وبالعصا وبالحبوسات وبالسجون. ونص، اما في الجزائر اقل شويه فما يستحوا، احنا في تونس ما يستحيش هذاك، حط في الحبس ودق في الحبس ورجع وهز في السياره السيلولير عذب الناس هكا يتمرمدوا، عيب عيب. لكن هذا الواقع ما عادش يهمهم لا التوانسه ولا الجزائريين، لان باش يقعدوا يرفضوا ولا يتفاعلوا ولا يتحدثوا مع وكلاء ما عندهمش سلطه حقيقيه، السلطه الحقيقيه في يد الخارج، هما اللي يحددوا الارقام قداش ويعينوا الوكلاء نتاعهم اللي ينوبوهم ويقولوا لهم شنو يعملوا، وهما اللي يعطيهم العصا زاد يمدوا لهم العصا باش ينجموا يضربوا شعوبهم. لا وش يهمهم، الاستعمار هو ديما يستعبد في الناس، والناس عبيد عند الوكلاء وعند اللي عين الوكلاء، باش ما يغيبش عليكم الحقائق يا توانسه. وبارك الله فيكم والسلام عليكم.